قصه الفرد في التغيير. اداره البلاد عليها ان لا تتبع راي العامه ولا راي اللي بيسموهم ايه الدهماء. الدهماء لان هناك بعض القرارات التي يجب ان تؤخذ في لحظات من التاريخ عشان تغير مسار الامم. ده كلام عظيم. ده شيء مهم جدا. والا لو طلبت من كل الشعب ان ولاده ينجحوا من غير ما يذاكروا هيقولك اه، هل ده معناه الكلام صح؟ فاحنا محتاجين ان احنا قادة المجتمع يثبتوا ويثبتوا افكار التقدم في اطار معروف ولو اهداف لها نهاية، يعني في نور في الاخر انا رايح. وهذا يجب ان يفرض. تيجي بقى على الجوانب الوجدانية اللي هي بتصنع طبيعة الإنسان. انت مش هتقدر تغير الطبيعة بدون تعليم، إعلام، ثقافة. فهنا دور الفرد ليس بإنك تصر على تغيير ما من غير ما تغير الإيكو سيستم بتاعه. الإيكو سيستم بتاعنا هو ده، هو ما تسمعه في كل خطبة جمعة 52 مرة في السنة، وما تراه في برامج الفوتية في البرامج التلفزيونية والبرامج اللي الناس بتتابعها، وفي مصر بالذات وفي العالم العربي متوسط المشاهدة من 7 لـ 8 ساعات على عكس العالم كله يعني. وما يتعلمه الإنسان في المدارس وجامعاته. فإذا كان توجه الدولة ودستورها بيقول المواطنة وهي هوية الإنسان بيكونه مواطن مصري، ما يفرقش في دينه، ما يفرقش في معتقداته، فده أظن أنه تم فرضه من الشعب وليس من إدارة.